إن سيرة حياة أبطال الإيمان الحقيقية هي كقصة حياتنا الخاصة، فهم كانوا يناضلون وينتصرون، يناضلون ويخسرون، وفي هذه الحالة كانوا يعودون تائبين إلى النضال. لكن النضال في سبيل التشبه بالمسيح هو عمل شاق وصادق، عمل سعيد وقاس، إنما هو بنوع خاص عمل الروح القدس، روح المحبة الذي بيسوع المسيح يجعلنا نصبح أبناء الله. القديس هو رجل الله، إنه نفس تشبهت بالمسيح كما أنت في أيها الآب وأنا فيك. ومع ذلك فالقديسون ليسوا أناساً يملكون قوة خارقة، لا، وليسوا أشخاصاً غير اعتياديين أو كائنات لا يمكن الوصول إليها. القديس هو إنسان مثلنا، القديسون هم بيننا. هذا هو الإحساس الذي نجده إذا ما نظرنا إلى حياة القديس خوسيه ماريا إسكريفا التي سوف نشاهدها. يا للطقس الرديء، ألم يجدوا يوماً أسوأ من هذا كي يستدعوني؟ إنه هنا، شارع مايو رقم 26. دكتور فالدوفينوس، كيف حالك سيد خوسيه؟ أهلا بك، تفضل بالدخول. أرجوك سيدي أخبرني كم هو عمر الطفل. سنة واحدة. منذ متى ارتفعت الحرارة؟ ارتفعت حرارته منذ 3 أيام، تفضل. وما اسمه؟ اسمه خوسيه ماريا. لنرى ما يمكن فعله. مساء الخير سيدة دولوريس. كارمن، هيا تعالي يا ابنتي، دعينا نخرج من هنا، دع الدكتور يعمل. حسنا أبي. أبي، مما يشكو أخي؟ ولكن مما يشكو؟ سنعرف ذلك بعد الكشف. لا تخافي، سيكون أخي بخير. أحبك. أبي. أبي، ما بك يا ابنتي؟ تعالي إلى هنا. شكرا جزيلا لك. اجلسي يا ابنتي. قل لي يا دكتور، كيف حاله؟ أنا آسف خوسيه، لكنه يعاني من التهاب حاد جدا. إن طفلك لن يرى الفجر، إنه صغير جدا. يؤسفني يا خوسيه أن ولكن لم يعد في وسعنا أن نفعل شيئا. ألا تستطيع أن تفعل شيئا؟ سأحضر صباحاً كي أتحقق من الوفاة. حسناً سيد الطبيب، أنا أشكرك جزيل الشكر. يا ليتني أستطيع أن أفعل شيئاً. دولوريس، لقد نذرت الطفل. إذا تعافى خوسيه ماريا سأقوم بزيارة حج إلى كنيسة توريشتوتاد، وسوف أقدم خوسيه ماريا إلى السيدة العذراء. إذا شفي خوسيه ماريا سأمضي معك إلى الكنيسة. هذا اليوم الرائع، الشمس ساطعة. سيد خوسيه، سيدة دولوريس، أنا الدكتور فالدوفينوس. هل أزعجكما؟ دكتور فالدوفينوس، أهلا بك، أرجوك تفضل، عسى خيرا، أدخل، أدخل أيها الطبيب، هيا. خوسيه، أقدم لك أحر التعازي، في أي ساعة توفي طفلك؟ قل لي كيف حاله؟ سنعرف بعد الكشف. ابتسم حضرة الدكتور، ليس هناك من وفاة اليوم كي تتحقق منها.
ها هو طفل خوسيه ماريا، لقد استيقظ منذ لحظات وقد فارقته الحمى. ها هي كنيسة توريتشوداد، إنها هناك في قمة تقاطع الجبلين. انظر خوسيه ماريا، انظر إلى أين نحن مضون. هل أنت سعيد؟ إنها رحلتك الأولى. حسناً، لقد وصلنا. هيا يا دولوريس، ادخلي بسرعة، هيا. يا مريم العذراء، أنت أم مثلي وتفهمين جيداً شعور الأم التي ترى ابنها يموت. أشكرك لأنك أنقذت طفل خوسيه ماريا، والآن أقدمه لك. خوسيه ماريا، خوسيه ماريا، أين أنت؟ خوسيه ماريا، كارمن، أين أنتما؟ أوشكت العمة مرسيدس أن تصل. خوسيه ماريا، كارمن، هيا أخرجا في الحال. وأخيرا وجدتكما، لن تستطيعا الهرب مني. أنتما لا تريدان رؤية العمة مرسيدس، أليس كذلك؟ نعم أمي، لأن العمة مرسيدس تطلب منا أن نعطيها القبلات دائماً. حسناً، ولماذا؟ لماذا لا تريدان إعطاءها القبلات؟ تغطي شواربها بالطحين. خوسيه ماريا اسمع، عليك أن تحب العمة مرسيدس لأنها امرأة صالحة وتأتي لتساعدني لأنجب لكما أخاً صغيراً. أورلاندو؟ لا، ليس أورلاندو، بل إسميرالدا. ذكراً أم أنثى، إنها مشيئة الله. الآن أخرجا من ذلك المكان وعاملا العمة بلطف ولياقة، هل فهمتما؟ ولكن تذكر، لا تعانق بقوة العمة مرسيدس ولا تجعلها تضحك كثيرا كي لا تتلف لها المكياج الذي أسميته طحينا. أهلا وسهلا بك، لطف منك أن تحضري. لقد اشتقت إليك كثيرا يا عزيزتي. وهل يمكنني أن أتركك تلدين وحدك يا عزيزتي؟ شكرا لك. إنك هزيلة قليلا، صحيح؟ هل تأكلين اللحوم والفاكهة؟ دعيني أتحسس الجنين. أجل، دعيني أقول لك شيئا عزيزتي، لقد حان الأوان. أتشعرين كيف يتحرك قليلا؟ سوف يخرج حتما. ما هذا الجمال الذي أراه؟ هلم وقبلا العمة مرسيدس. كارمن، لقد أصبحت صبية يا حلوتي. تعالي لأقبلك يا عزيزتي. خوسيه ماريا، الآن جاء دور خوسيه ماريا كي يقترب من العمة مرسيدس. أمي، إنها الخامسة، أنا ذاهب إلى أبي. سينضم إلى خوسيه في المتجر فيرافقه في طريق العودة إلى المنزل. ولكن خوسيه ماريا لم يعطني القبلة. سيعطيك هذا المساء واحدة إضافية. حسناً صغيرتي. أحسنت يا أزور، أحسنت. في كل مساء تروي القصة ذاتها يا خوسيه ماريا، يتوقف أزور حالما يراك. لأنه يعلم بأني أحمل له شيئا. تحب الملح، أليس كذلك؟ إذن هل ستدعه يعمل عندي؟ حسنا أزور، أراك لاحقا، إلى اللقاء. وداعا فيليبي. وداعا خوسيه ماريا. وأنت يا أزور، ألا تريد أن تحييه؟
التقطيه من الطرف الثاني لو سمحت. حسنا، لقد فهمت الوضع تماما يا رامون، ولهذا السبب قررت أن... حسنا اسمعني جيدا، سبق وقلت لك يا خوسيه إني لا أحب وجود الأولاد بين يدي، هل هذا واضح؟ أولاد؟ أنا لا أرى أولادا أبدا. ابنك خوسيه ماريا، أنا أتكلم عنه، كل يوم نفس القصة. أنت تتكلم عنه، لكنه ليس ولدا، إنه الساعاتي الخاص وهو خبير جدا. يحضر كل مساء في تمام 5:10 كي يعيد شحن ساعتي. انظر، أرأيت؟ إن أجره مرتفع قليلا. لكنه الأفضل في المدينة، أرأيت هذا يا سيدي؟ يا للعجب. أحسنت صنعا يا رامون، إذا احتجت إلى النقود كي تتزوج فسأدفع لك مسبقا أجل 3 أشهر. أرجوك سيدي، أنا لا أدري فعلا كيف أشكرك. حسبك أن تبني أسرة كريمة، هكذا تشكرني. عمت مساء سيدي. عمت مساء، إلى الغد رامون. حقا أنا لا أفهمك خوسيه، ألا تفهم أنه يمكننا أن نكسب المال؟ طبعا، ولهذا السبب بالذات أنا لا أريد المشاركة بهذه الصفقة. لكن إن لم تشارك أنت فأنا لا أملك ما يكفي من النقود كي أوظفها. عما قريب سيكون لي ابن ثالث، لا أستطيع أن أجازف بخسارة كل شيء. إنه من أجلهم بالذات يجب أن تفعل ذلك، من أجل أولادك، سوف تجعلهم أغنياء صدقني. إن شاءوا أن يصبحوا أثرياء فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم عندما يكبرون. سوف تندم على هذا. إلى الغد. حسنا، إلى الغد. وعمت مساء أنت أيضا إخوان كوزا. أبي، ماذا خوسيه ماريا؟ انظر إلى أزور، أليس حزينا؟ يدور ويدور دائما في نفس المكان. هل تحب الحلوى خوسيه ماريا؟ أجبني يا بني، ماذا تحب؟ ولا سيما الشوكولاتة. لا شك في أن أزور سعيد، فهو يدور ويدور ويطحن الدقيق، وبالدقيق نصنع الحلوى والمعكرونة وكذلك الخبز الذي يكسره الكاهن على المذبح في القداس. عليك أن تتذكر أزور عندما يصعب عليك أن تفعل الشيء الذي ولدت من أجله يا بني. وما هو هذا الشيء أبي؟ هذا ما عليك أن تكتشفه بنفسك. إنها فتاة، فتاة رائعة الجمال، تعالوا انظروا. أليست جميلة؟ نعم، إنها جميلة جدا مثل أمها. بالأمس كان القمر هلالا، والعصافير كانت تطير عالية، والقش كان يابسا، كان عليها أن تكون جميلة لا محال. ويوم ولدت أنا هل كان القمر هلالا؟ أنت يا خوسيه ماريا ولدت مرتين. قلت مرتين؟ في المرة الأولى ولدت كما ولدت أختك الصغيرة هذه، وفي المرة الثانية ولدت بعد أن كنت شبه ميت بسبب مرض خطير، إنها السيدة العذراء التي حمتك بني. ولماذا جعلتني أولد مرة ثانية؟ عليك أن تكتشف هذا بنفسك، لكن لا شك في أنه في سبيل شيء عظيم. ها هو قالب الحلوى الذي أعددته كي نحتفي بالصغيرة ماريا أسونسيون. هل أعطيت الآن قبلة للعمة؟ قلت قبلة، ولكن لماذا؟ لتشكرني على قالب الحلوى، فلولايا لما أكلتها. علي إذن أن أذهب لأعطي قبلة لأزور. أزور؟ ومن هو هذا أزور؟ أزور هو حمار أيتها العمة مرسيدس. يعطي قبلة لحمار؟ وما شأن الحمار بقالب الحلوى؟ هيا خوسيه أخبرني ما قصة هذا الحمار. إنها قصة طويلة، قصة طويلة. وانتبه لما يقوله لك المعلم، حافظ على ثوبك الجديد ولا تكثر الألاعب والمزاح. حالما تنتهي الدروس ضع كل شيء في محفظتك وعد حالا. لا تخف خوسيه ماريا، دعه يمر فهو لن يؤذيك. أرأيت؟ هيا افتح المحفظة وأعطني الكتاب بسرعة. هذا هو الكتاب الذي كنت أبحث عنه. افتح محفظتك ودعنا نرى ما في حوزتك. هل نفعل بها شيئاً؟ إن هذا القذر يملك أقلاماً كثيرة. أما من شيء آخر أيها المغفل؟ هل تعلم ما هي مشكلتك يا فرناندو؟ هو أنك سمين جداً. أريد أن أفعل شيئاً من أجلك. ابتداءً من هذا اليوم سآخذ عشاؤك. هل سررت؟ لم أسمع الجواب. هل سررت؟
أحسنت فرناندو، غدا قل لأمك أن تضع فيها بالمناسبة الزبدة. بالمناسبة أيها القذر، انظر هناك، أحدهم برفقة أمه، أما أنت فمسكين ووحيد، حتى إنه لا يجيب. أنت جديد هنا؟ قف مكانك. هيا لنلحق به. هناك شيء يجب أن تتعلمه، سأشرحه لك في المرة القادمة. خذ خذ. حتما سنلتقي في الغد، مفهوم؟ أيمكنني الجلوس هنا؟ لا، المشكلة أنه محجوز، أنا أنتظر غارسيا. هل يمكنني؟ لا، هذا المكان محجوز. تعال هنا، هنا يوجد مكان. رأيتك من قبل في الملعب، احذر من القذر، إنه أكبر منا سنا، لقد رسب 6 مرات، يقولون إنه ضرب ما يزيد عن 100 رفيق. حقا؟ فعلا ذلك؟ إذا سألته سيقول لك إنه ضرب 10 فقط. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن يعد أكثر من ذلك. أنا خوسيه ماريا. أنا فرناندو. صباح الخير، أنتم ما زلتم أطفالا صغارا، ولكن كل الأشياء الرائعة تبدأ من الأشياء الصغيرة. نهر كبير يبدأ نبعا صغيرا، شجرة شاهقة تبدأ من حبة صغيرة، كتاب كبير يبدأ من حرف صغير، كل شيء ينطلق من بداية. فلنبدأ إذن. هذا حرف الألف، الألف مثل أبيض، أب الله. هل هذا واضح لكم؟ أما الآن هذا حرف الباء، وسنعطي مثالا مثل باب، بيت، بركة. وهذا حرف الخاء مثل خير، خطر، خطيئة. أحسنت خوسيه ماريا. انظروا الآن، أترون أنه لا يمكنكم أن تكتبوا بإعوجاج؟ لم أرى شيئاً أكثر غرابة من هذا. قال أحسنت عملاً، أترون أنه لا يمكنكم أن تكتبوا بإعوجاج؟ ربما أنت تستطيع أن تكتب بخط مستقيم، ولكن هل تريد أن ترى كيف يمكنني أن أجعلك تسير بإعوجاج؟ خوسيه ماريا، لنهرب من هنا. اهرب خوسيه ماريا، ألا تسمع ما يقوله صديقك؟ خذ. اعذرني إن لم أتدخل أرجوك خوسيه ماريا، ولكن أنت تعلم بأن القذر يضرب دائما، وهو قذر. لا تقلق فرناندو، إنه أزور يهتم بإنقاذنا. هل تعرفه؟ نعم، نحن صديقان. لما يدعى هكذا؟ انظر إلى أذنيه جيدا، واحدة مستقيمة وواحدة عوجاء، لهذا يسمونه أزور. إنه أفضل صديق لدي. وإذا ما هجمك فسدد له لكمة، إنها الطريقة الوحيدة كي تدافع عن نفسك. لا، هذا ليس خطيئة يا بني. ماذا وإن سددتها له قبل أن يهاجمني؟ هكذا لا يمكنه بعد ذلك أن يهاجمني. اسمع يا خوسيه ماريا، ما اسم صديقك هذا؟ باسكوال أو القذر. القذر؟ هذا ليس اسمه الحقيقي، هذا لقبه يا بني. إذن اسمه باسكوال، لكنه ولد يؤذي الجميع ويحاول أن يهزأ منا دائما. إذن قبل كل شيء ناديه باسمه، ثم حاول أن تتعرف إليه، أن تتحدث إليه. لكنه يهزأ منا دائما ويضربنا. سأحاول أن أتقرب منه، أعدك. وأنت دعه يتكلم، على المرء أن يخجل فقط عندما يفعل أمرا سيئا، لذا عليك ألا تخجل وألا تخاف. هل فهمت خوسيه ماريا؟ سيمزقنا. إن القذر يكتفي بفطورك. أنا لا أتكلم عن القذر بل عن ذاك. لنعد أدراجنا ونأخذ الطريق الآخر. يجب ألا نخاف أبدا.
هيا اهرب. هيا هيا اسرع. هيا هيا بنا. لقد ذهب. تقول جارو ذاك كان ذئبا. إنهم يخافون من دون الماما. مانويل، دييغو وباسكوال، أرجوكم دعونا وشأننا. ما بك؟ هل أنت خائف؟ أجل أنت خائف، أنت مثل والدك، كلهم يلقبونه بالقديس، أما هو فليس سوى نات، إنه جبان لا يعرف كيف يفرض احترام الناس له. أنتم ملائم أمضياء إلى القاعة في الحال، هيا سنلتقي. هيا تعال. خوسيه ماريا، أنت بخير؟ اسمع فرناندو، ما كان عليه أن يتكلم هكذا عن أبي. أراد أن يستفزك. الآن يجب عليه ألا يفعل ذلك. أجل، هذا صحيح. وهل تعلم بأنك أخفتني حتى أكثر من القذر؟ في الحقيقة نحن خسرنا كل شيء. أمي، لماذا جاء السيد خوان كوزا؟ كن عاقلاً خوسيه ماريا، انصرف الآن مع أختك إلى غرفة الألعاب. كان أبي قد حذره من فعل ذلك، لكن السيد خوان كوزا تصرف كثير من المال وأموال أبي أيضاً. إن أبي وأمي قلقان جداً الآن يا خوسيه ماريا. لا، أنا لست قلقاً من أجلنا، أنا أستطيع أن أجد عملاً آخر. أنا قلق فقط من أجل أولئك الذين يعملون عندنا، رامون وإن المتجر. إذا أفلس المتجر فسيصبح هؤلاء من دون عمل. ماذا سنفعل؟ علينا أن نتخلى عن بعض الأمور. لهذا يتحتم علينا أن نقتصد وأن نتخلى آسفين عن خدماتكما. سندفع لكما مسبقاً أجر الثلاثة أشهر القادمة كي تبحثا عن منزل آخر تعملان فيه. أنمو جيداً يا صغيري لتصير رجلاً صالحاً مثل أبي. إلى اللقاء. أنا آسف جداً يا عزيزتي. الآن وأنت تنتظرين مولوداً آخر بات يتحتم عليك أن تهتمي وحدك بشؤون المنزل. هيا عزيزي اطمئن، ليس بالأمر الخطر. لا شك في أن الخواتم لن تسقط من يدي. شكرا عزيزتي. باسم الآب والابن وروح القدس، إله واحد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس. عرفني يا أبتي. حسنا، الأفضل أن تبقى واقفا، والآن قل لي. حسناً، لقد ضربت رفيقي وأنا نادم كثيراً. لقد ضربته وأنا لم أستطع إلا أن أضربه لأنه... هل سببت له الأذى؟ أخبرني. نعم، لكن قليلاً. حسناً يا قدرتكما، يمكنك أن تكمل، هيا. أمي، تعال سلم على ماريا دولوريس. خوسيه ماريا، مرحبا ماريا دولوريس. كيف كان اعترافك الأول؟ كان جيدا جدا. إن كنت تحتاج إلى أي مساعدة فقط علي. لقد قال لي الأب إنني كي أكفر عن خطاياي علي أن أتناول بيضة. جميل جدا أن ينال المرء كفارة كهذه. هلم معي إلى هناك كي أطبخ لك كفارتك. حسنا، أنا أريد هذه البيضة مقلية. أريد أن أصبح ساعية بريد.
خوسيه ماريا، ألا تسمع؟ إن أمي تناديك. علي أن أنتهي من هذا. كون، ماذا قلت؟ ساعية بريد؟ ولماذا؟ عندها سأجول طوال النهار وإن كان الطقس ماطرا. أنا أريد أن أصبح معلمة. وأنا أيضا، أنا أيضا سأصبح معلمة. حسنا، ستعملين ساعية بريد عندما تسطع الشمس ومعلمة عندما تمطر. وأنت خوسيه ماريا، ماذا ستعمل عندما تكبر؟ ما هذا السؤال؟ سأكون مهندسا. خوسيه ماريا، لقوا الاحتفال، كن عاقلا. هل نبدأ؟ هل تخاف من هذه الأداة؟ سأستخدمها فقط كي أصنع لك خصلتي شعر جميلتين كي تروق للفتيات. ستكون أجمل طفل في بركتك. سوف تطلب مني كل أحد أن أصنع لك الخصل. حتى في يوم زواجك سوف تأتي إلي وتقول لي آسف. أنا آسف، آسف جدا، لم أتعمد ذلك، لم يحدث هذا معي من قبل، يؤسفني هذا. هل هو مؤلم؟ هل يؤلمك كثيرا؟ لا، قليلا. أرجوك لا تقل شيئا لأمك، إذا عرف الناس بذلك ستكون نهايتي. خوسيه ماريا جاهز؟ ها هو خوسيه ماريا، وهو أجمل من مصارع الثيران. إذن خوسيه ماريا، أنت كنت ترفض أن تسرح شعرك، هل أعجبك؟ نعم نعم أمي، لقد أعجبني كثيرا. تفضل، أنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك، أشكرك جدا. إلى اللقاء. اسمع بني، الآن من الخارج بالتجاهز لمناولتك الأولى، ولكن هل أنت مستعد من الداخل؟ من صميم قلبك؟ ولكن خوسيه ماريا، ما هذا؟ لماذا لم تخبرني عن الحرق؟ أي حرق أمي؟ الحلاق من فعل ذلك بالمكواة، أليس كذلك؟ لكن الحلاق لم يؤلمني كثيرا. أجل، الآن بت واثقة من أنك مستعد تماما. الله معك. أنا أعرف أي هدية سيقدمها لي والداي ساعة يد. أنا هديتي أجمل، لقد اشترى لي أبي دراجة. وهل تعلمون ماذا سيقدم لي أبي؟ 20 بيزوسا كي تنفقها في معرض السبت. 20 بيزوس، مثل ما يعطى الكبار. وأنت يا خوسيه ماريا، ماذا سيقدم لك والدك؟ أنا خوسيه ماريا، تعال يا بني، فلنعد إلى البيت. إلى اللقاء. عندها لم يتمكن فرناندو من إيجاد الحل للعملية الحسابية، فرحت عندئذ أعطيه الحل بالإشارات متظاهراً بأني أحك كتفي. 3 2، لكن الأستاذ أجيلار لاحظ ذلك وقال لي: يا ولد، ماذا يجري؟ هل هناك براغيث في كتفك؟ ها؟ أمي، هل لدي أنا أيضاً؟ لا يا عزيزتي، كان الأستاذ خوسيه ماريا يود أن يقول إن خوسيه ماريا، كنت تخشى ألا تنال أي هدية، أليس كذلك؟ هيا افتحها. ألبوم للصور وأقلام رصاص. أشكرك أبي. أنا أعلم أن أصدقائك قد نالوا ساعات اليد والدراجات، وقد تود الحصول أنت أيضا على ما يشبه ذلك، لكني سألت نفسي: ما هو أعظم شيء يتمناه ابني؟ أن يصبح مهندسا ماهرا، أليس كذلك؟ باختصار، الرغبات هي أمور مهمة. عندئذ فكرت في أن أفضل هدية أقدمها إليك هي شيء يفيدك كي تحقق أحلامك، أما الأموال فنحتفظ بها هناك في تلك العلبة كي ندفع لك أقساط الجامعة، ويومك الأول في الجامعة سيحل قريبا إذا واصلت نموك بهذه السرعة، أليس كذلك يا بني؟ أشكرك كثيرا أبي، أشكرك. بخصوص الجامعة، عما قريب ستجرى امتحانات نهاية السنة، هل تستعد لها كما يجب يا بني؟ لا شك في ذلك.
لأنه إذا كان للخطين المستقيمين نقطة التقاء مشتركة، يخرج من تلك النقطة مستقيمان آخران عموديان على المستقيم المفترض يا أستاذ. حسناً يا فتى، أحسنت، يكفيك هذا. إذن هل قررت ماذا ستفعل عندما تكبر يا خوسيه ماريا؟ سأصبح مهندساً. أمي، لقد أنهيت امتحاناتي. أبي، لماذا أنت هنا؟ هيا دعني أرى. جيد، أحسنت يا خوسيه ماريا، أنا فخور بك جداً، تعال إلى هنا. أود أن أقول لك شيئاً. خلال الليل ساءت صحة شقيقتك ماريا، لم نقل لك شيئاً كي لا نشغل بالك في يوم الامتحان. استدعينا الطبيب هذا الصباح، لكنه لم يستطع فعل شيء. الآن باتت طفلتنا ماريا في السماء. إن خوسيه ماريا موجود في الحديقة، يبدو أنه حزين على غياب أخته كون. أمكم تحتاج إلى البقاء وحدها قليلاً، هذه الإجازة في الجبل ستكون مفيدة لها. إن حفيدي هو من أسرة اسكريفا، وآل اسكريفا لا يفقدون الشجاعة. إنك على حق سيدة كونستانسيا، خوسيه ماريا هو من سلالة اسكريفا، لكنه طفل أيضاً، لن يتفهم بسهولة وفاة شقيقته. وأخيراً ها أنت هنا. أبي، اشتقت لك كثيراً. لقد مشيت مسافة طويلة، أليس كذلك؟ ليست أطول من تلك التي قطعها أولئك الفلاحون. دعني أرى يا بني، ماذا رسمت اليوم؟ ليست سوى مسودة، ولكن جميع التحف الفنية بدأت على شكل مسودة. كنت أود أن أرسم أولئك الفلاحين في نهاية يوم عمل، ثم رحت أتساءل هل هم سعداء أم تعساء، خصوصا بعد العمل طوال النهار، فأنا لا أعرف بماذا أجيب أبي، لذا لا أستطيع أن أنهي هذه اللوحة. بدأنا مرحلة جدية، آمل أن ننجح فيها. آمل ذلك أبي. بدأنا الآن مرحلة جدية وصعبة جداً، آمل أن ننجح فيها فرناندو. إن القدوم إلى المدرسة دون خوف من أن يتعرض لك القذر هو سبب كاف كي يحب المرحلة المتوسطة. اللاتينية هي اللغة الأم لسائر اللغات الحديثة، لا يمكننا أن نقول إننا نتقن الإسبانية إن لم نتقن اللاتينية. حسناً أيها التلاميذ، الجبر وحده الجبر يتيح لنا التعمق في أسرار الرياضيات الأكثر روعة. التاريخ، إن التاريخ هو الطريق الأساسي للوصول إلى مملكة المعرفة. هل تعرف يا خوسيه ماريا؟ ماذا؟ ربما كان من الأفضل أن نتلقى اللكمات من القذر. شد عزيمتك فرناندو، قد تتحسن الأمور بعد الأيام الأولى صدقني. وقد تسوء. حقا إنك متذمر فرناندو. إنه أزور، إنه يعمل ولا يتأفف أبداً. أعتقد أن ذاك كان تأففاً. لا، لقد قال قل لفرناندو إذا أراد فلنتبادل الأدوار. ولكن هل تعني بأني حمار؟ أنت تهينه. أنا أطلب العفو، لم أقصد الإهانة.
اسمع فرناندو، قال لي أبي منذ سنوات فكر في أزور عندما يبدو لك من الصعب القيام بما ولدت من أجله. يعني أنه إذا ولد أحد حمارا يبقى حمارا؟ لا فرناندو، بل على العكس، كان يقصد أن يقول أنه دون أن نعلم نحن نعمل أشياء أهم بكثير مما نعتقد. حسنا، ستفسر لي هذا في المرة القادمة. وداعا خوسيه ماريا، إلى اللقاء. وداعا فرناندو، أراك لاحقا. أزور، كيف حالك يا عزيزي؟ أنا مشتاق لك كثيراً. ها؟ أبي، ما الذي يجري؟ ما الذي يجري هنا؟ تعال إلى الداخل يا خوسيه ماريا. اعلم يا بني أن الأمور قد ساءت، سوف نضطر لإقفال المتجر. إن الأقمشة والرفوف سنبيعها كي نغطي قسماً من الديون يا بني. سيد خوسيه، ولكن ما الأمر يا أورورا؟ سيدي، أود أن أقول لك إني آسفة، ولكن سيدي أنا لم أتقاضى راتبي منذ 4 أشهر، وأعلم بأن الظرف عسير وأنك لست مسؤولاً عما جرى. سيد خوسيه، لم يعد بإمكاني الاستمرار من دون تلك الدراهم، أرجوك ساعدني، أنا بحاجة ماسة للمساعدة. أوه لا لا سيد خوسيه، أرجوك هذا كثير، لا. أرجوك أن تقبلي هذا، أقوم ببيع كل شيء، لذا سأحصل على المال في القريب العاجل كي أدفع الرواتب المتأخرة. لا 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 أرجوك لا. أحسنت، طمئني الآخرين، سأدفع لكم ما علي. سأستمر إلى أن تجد عملا آخر. باركك الله سيد خوسيه. الصراع بين روما وبيرو وبهزيمة هذا الأخير انتهى عام 275. يبدو أن الحرارة قد انخفضت. إن الدواء على ما يبدو أخذ يعطي مفعوله. أتعلمين يا زوجتي العزيزة؟ أظن أني سأبيع الأشياء الخاصة بي. لكنها جميلة جدا وأنت متعلق بها كثيرا. إنها هوايات صبيانية تهدف إلى لفت انتباه السيدات فقط. كان لها فعلا وقع جميل. وأظن أني سأتوقف عن التدخين. هذا لن أصدقه أبدا. المسألة هي أني أحب التدخين فقط عندما أتنزه وأنا أحمل عصا بيدي وسجارا بالأخرى. إذا قررت الاستغناء عن العصي فأي متعة سأجد في تدخين السيجار؟ كل المسألة يا زوجتي العزيزة. عرضت كريستينا 60 بيزوتس مقابل الخزف. 60؟ سعر مقبول، قررت بيعها إياها. أمي انظري ماذا جرى لي اليوم، لقد حدث ذلك في درس الرياضة وأخذ الجميع يضحك. سأرقعها ولن يتمزق الثقب بعد اليوم. ألا يمكن أن أشتري واحدة جديدة، واحدة أستعملها فقط للرياضة، أما تلك المرقعة فأستعملها في باقي الأيام تحت السترة. يؤسفني هذا عزيزي، ليس بمقدورنا شراء قميص جديد. أنت مجنون، أنت فعلا مجنون، حالم عديم المسؤولية، لست ملزما بدفع ديون الشركة. لكن ما الذي تفعله؟ تدفعها من مالك الخاص؟ ماذا تريد أن تفعل؟ أن تدمر أسرتك؟ انظر ماذا فعلت بعزيزتي دولوريس، ألا ترى ماذا فعلت؟ أيتها العمة مرسيدس أرجوك، كيف أمكنك أن تعرض الحقول للبيع وهي ملك لها أيضاً؟ أتريد أن تجر حفيدتي لتعيش تحت الجسور؟ لا أريد أن ينتهوا إلى الجوع الذين عملوا من أجلي يا عمة. اسمعوا ماذا يقول، لقد خسرت كل شيء بسبب شريكك، وها أنت الآن تدفع كل شيء وحدك. أفعل واجبي فحسب. دولوريس، أقنعيه بألا يدفع ديوناً ليس ملزماً أن يدفعها، هدديه بأنك ستنصرفين. إن كان يعتبر أن من واجبه أن يدفع فأنا موافقة. أنا حذرتكما فوا أسفا. توقفي. خذ هذا أبي. ماذا؟ لكن هذه لأقساط جامعتك. سنجد للجامعة سواها من المال، أنت الآن أكثر حاجة إليها أبي. عزيزي. كويد ويد كود. كويد ويد كود. أويوس أويوس أويوس. أويوس أويوس أويوس. ويك ويك ويك. ويك ويك ويك. تحل بالصبر خوسيه. أمي؟ خوسيه ماريا، كيف حالكن؟ كن لقد غادرتنا.
لا لا كم يؤسفني هذا يا دولوريس، كم يؤسفني هذا قبلا ماريا والآن أسونسيون. لا تفعلي هكذا، أنا على يقين من أن حبيبتكن لا تريدون أن نبكي. شد عزيمتك خوسيه. طبعا دكتور، إن الله أراد ذلك، لا أعلم لماذا، لا أعلم ذلك، ولكنه تعالى هكذا أراد. لكن خوسيه ماريا ماذا تفعل؟ هذا ما يفعله الله مع البشر، عندما تبني قصراً وعندما يوشك على الانتهاء يقوم بهدمه. لكن لوغرونيو ليست بعيدة، أقل من 30 كيلومتراً. لكن يا أبي لا أريد ترك منزلنا. هذا لم يعد بيتنا يا كارمن، لقد بعناه، لكن بفضل العمل الذي وجدته سيكون لنا منزلا جديدا في لوغرونيو، وهكذا يمكننا أن نعيش معا مجددا. ألم تنتهي هذه السنة من المدرسة؟ لم يبقى إلا القليل للامتحانات، أليس كذلك يا خوسيه ماريا؟ أرجوكما ادرسا جيدا، أطعا والدتكما واحصلا على علامات ممتازة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انتبه لنفسك. أحسنت جدا يا اسكريفا، يكفي هذا. هل قررت ماذا ستكبر خوسيه ماريا؟ مهندسا، نعم سأصبح مهندسا كبيرا. حالما أصل سأكتب لك، بلغ سلامي إلى أزور وأعطه قليلا من الملح من قبلي. إلى اللقاء فرناندو. إلى اللقاء خوسيه. إلى اللقاء. لقد قلت لكما ذلك، سنصل في الحال، في الحال إلى القمة. خوسيه ماريا، لن أنزل هذه الدرجات بعد اليوم كي لا أصعدها ثانية. اسمعي، الأفضل إذن أن تأخذي وقتك كارمن. أمي، لماذا لم تناديني كي أساعدك؟ قد يبدو للوهلة الأولى بهيئة ما يا بني، ولكن بعد ذلك نكتشف مزايا حميدة مفاجئة. أتصور أن فوقنا لا يوجد سوى سقوف ومناور، لذا سنكتشف حتماً أن المنزل بارد جداً جداً في الشتاء وحار في الصيف، أليس كذلك؟ اسمع المهندس ماذا يقول. تعالي وساعديني كارمن، هناك الكثير من الغبار يجب إزالته. نعم، حالاً يا أمي. تعال معي يا خوسيه ماريا، ما زال هناك صندوقان يجب أن نحملهما إلى هنا. حالاً أبي. اسمعيني جيداً كارمن، عليك أن تصوبي جيداً نحو الهدف يا حلوتي. سوف تندم خوسيه ماريا. أنت من سوف يندم كثيراً. سأريك، سوف ألقنك درساً لن تنساه. خوسيه ماريا، خوسيه ماريا، استيقظ، إنها السابعة، أسرع أيها الخامل. إن الحليب أصبح جاهزاً. يؤسفني، إنما لا يوجد سوى القليل من الخبز اليابس. بعد قليل سأنزل إلى السوق لعلي أجد بعض الكعك والمربى، آمل ألا تكون غالية الثمن. لا تقلقي أبداً أمي، فكاف للجميع. لماذا لا نبيع كتب دون كيشوت الثلاثة؟ إنها تساوي الكثير ولم يعد يقرأها أحد. أبي، أنت تعلمين كم أن أباك متعلق بتلك الكتب كارمن. آمل أن لا نضطر إلى بيعها كي نأكل، لكن إن دعت الحاجة فسأمضي بنفسي لبيعها. أنا أيضا لا أحب سيرفانتس ولا أحب أن تكون عائلتي جائعة. سيبدأ بالبكاء ثم يمضي لمقابلة العميل. أجل، هكذا يلتقي القرد بالشمبانزي. صباح الخير، هل لديك مربى المشمش؟
طبعا سيدتي، الوعاء الصغير باثني عشر بيزوس، لن تجدينه بثمن أرخص، إنها أجود مربيات أراغونا. وما ثمن هذا؟ بتسعة بيزوس. هيا بنا كارمن. سيدتي انتظري، لا يمكنني أن أبيعك هذه بأقل من تسعة بيزوس، أما هذه يمكنني أن أبيعك إياها بأربعة بيزوس. شكرا لك. كان من الطبيعي أنه بعدما تبدلت حال السيد لا بد من أن يبدل الحصان اسمه متخذا اسما رنانا، لذا وبعد أن تخيل وابتكر مجموعة من الأسماء ثم استبعدها فطولها وقصرها ثم خلطها وأعاد صياغتها، دعاه في النهاية بليد. بعد أن أعطى للجواد اسما واسما يروقه كثيرا، قرر أن يجد لنفسه أيضا اسما جديدا، فبقي ثمانية أيام أخرى يفكر إلى أن قرر أن يلقب نفسه دون كيشوت. خوسيه، هل ستأتي لتناول الغداء؟ إنهم يقدمون يا خوسيه حساء عجل لذيذ المذاق. أشكر لكما دعوتكما، لكنني تناولت فطورا والآن لست جائعا. إذن كما تريد، نحن ذاهبان إلى الغداء. حسناً، إذن سأتناول حصتك أنا. عندما أكبر أريد أن أتقن التكلم مثل الأستاذ، أو ربما مثل دون كاليستو تيريز أستاذ الفلسفة. سوف تحتاج إلى ذلك لشرح سبب سقوط الجسر الذي تكون قد بنيته. ربما يكون قد سقط لأنك مررت عليه أنت بنفسك. يا أولاد رجاءً لا تتعاركا. لا تقلقي يا دوليريس، اليوم كان نهاراً هادئاً جداً. هل وجدت مكاناً لتناول طعام الغداء؟ حسناً، إني ما زلت أبحث في الجوار. أنا وكارمن لم نجد مربيات كما نريد، عوض ذلك وجدنا مشمشاً ناضجاً بسعر مناسب، سنصنع مربى رائع. اسمع خوسيه ماريا، أنت قد تقدمت لامتحان الأستاذ أرنياز، أما نحن فلم نتقدم بعد، لذا كنا نتساءل لو أنك تساعدنا. إن امتحانك كانت نتيجته جيدة جدا. أساعدكم بكل سرور. أول شيء عليكم أن تفهموه كي تقرأوا كتاب دون كيشوت للأديب سيرفانتس هو الفرق الواضح بين الحلم والواقع يا أصدقائي. أنا متأكد من أن خوسيه ماريا سيصبح أستاذاً في الأدب أو في الفلسفة. من يعلم، ربما. سنقرأ الآن من كتاب دون كيشوت هذا النص الرائع. لا كارمن، لا تضعيه في النار. لكنني أشعر بالبرد. يؤسفني عزيزتي، لكن هذا الحطب هو للغد، أما حطب اليوم فقد استهلكناه. شدي عزيمتك يا ابنتي، فبعد قليل سنخلد إلى النوم ولن تشعري بالبرد أبداً. أبي، هل تسمح لي بأن أخذ معي غداً إلى المدرسة كتبك عن دون كيشوت؟ إلى المدرسة؟ وماذا ستفعل بها؟ طلب مني ثلاثة أصدقاء أن أساعده، كان عندي الكتب، فهذا سيسهل علي شرح بعض الأمور. خوسيه ماريا، إذا نذرت نفسك للآخرين بهذا الاندفاع فسوف تتألم في الحياة، فالثقة لا تجازى دائما. اسمعي أمي، يمكننا أن نوفر في كل شيء، لكن لا تطلب مني أن أوفر في الثقة بأصدقائي. هدئ من روعك يا خوسيه ماريا، خذ كتبي وفسر دون كيشوت لأصدقائك بأفضل ما يمكن. أنا لا أفقد ثقتي بك أبدا يا بني. هذا الموضوع مثير للاهتمام. هذه بنوع خاص، إن رؤية الأشياء تساعدنا في تذكرها. إذا ما فكرت في أن الامتحان هو بعد ساعة فقط وددت لو أستطيع الهرب. والآن لدينا مراجعة أخيرة، هيا بنا. ماذا تفعلون هنا؟ تعالوا لنخرج، إن طلاب الصف الثالث يتحدوننا في معركة بكرات الثلج. كرات الثلج، يا للروعة، أنا ذاهب. هيا خوسيه ماريا، تعال أنت أيضا، إن طلاب الصف الثالث هم كثر. يا للمرح. يجب أن ندخل الصف. أجل، إنها ساعة الحقيقة. غريب، أشعر أني مرتاح جدا. الفضل لخوسيه ماريا. ماذا جرى يا خوسيه ماريا؟ الكتب، كتب أبي، لقد كانت هنا. ولكن أين اختفت؟ لست أدري، لا أعرف. باريدس، كوتيو، زامورا، قفوا. كتب أبي، أضعتها.
إذا نذرت نفسك للآخرين بهذا الاندفاع فسوف تتألم في الحياة. أنا لا أفقد ثقتي بك. أيها الشبان، عودوا إلى أماكنكم. آمل أن يستطيع جميع الطلاب أن يقدموا الامتحان ببراعة كهذه، وذلك بفضل جهودكم أو بفضل مساعدة خوسيه ماريا. من فعل ذلك فليكشف عن نفسه في الحال وفورا. من فعل هذا؟ من هو الذي سرق كتب والد خوسيه ماريا إذن؟ لا أعرف. لقد قام أحد بسرقتها بينما كنا في الملعب. إيزودورو، كفى، هذا لا يهم أبدا. والآن ماذا سأروي لأبي؟ في الواقع أنت لست مذنبا. كان علي أن أصغي إلى أمي، ما كان علي أن أجلب الكتب إلى المدرسة. أخطأت حين وضعت ثقتي بالآخرين. لا نخطئ أبدا حين نقوم بعمل صالح يا بني. إن أبي فعل دائما أعمالا صالحة، وماذا نال في المقابل؟ خسر المنزل وخسر عمله، وقال جميع الناس إنه مجنون. أمي أنجبت 5 أبناء وقد مات منهم 3، وأنا جلبت إلى المدرسة كتب أبي الهامة فقام أحد بسرقتها مني. بدأت أفكر في أن المرأة أحيانا يخطئ إذ يقوم بأعمال صالحة. هل تعرف قصة آخر 3 صنوبرات؟ لا. اجلس إذن وأصغي. كان هناك في قمة أحد الجبال 3 أشجار صنوبر، وكانت الطرقات وأبنية مدينة كبيرة قد قضت على جميع الأشجار. في أحد الأيام ككل سنة جاءت الريح وقالت للصنوبرات 3: هذه السنة لن أعطيك بذوري، فأنا قررت أن أقوم بزراعتها. سأسقطها من حولي وأزرع وحدي غابة كاملة. ليس عندي بذور أعطيك إياها. لماذا؟ لأنني أخيرا اتخذت قرارا بألا أنبت بذورا بعد الآن. لما قررت ذلك؟ لأن البشر يقضون على جميع الغابات. وما ذنبي أنا؟ هيا أعطني البذور كي أنثرها. قلت لك لا، لن أعطيك شيئا أبدا حتى ولو كان آخر يوم في حياتي. أنا سأعطيك ما تشاء. شكرا لك. بعد سنوات عندما وصلت الريح إلى قمة الجبل، رأت أن الصنارة الأولى قد اختنقت بفعل تشابك كثيف لأشجار نبتت من البذور التي كانت قد أسقطتها من حولها. أما الثانية فهي توقفت عن إنبات الأوراق. أما الصنوبرة الثالثة كانت قد شاخت، فقالت لها الصنوبرتان الأخريان: لا تعطي للريح آخر حبة عندك. أصبحت عجوزا. لم أنبت هذه السنة سوى حبة. لا تعطي للريح آخر حبة فهي ستتلفها. حتى ولو أنني لا أملك سوى حبة واحدة فها هي، التقطيها. لم آتي لألتقط البذور، ولكن كي أنثر عليك ما جمعته لك من بذور أغصانك طوال هذه السنوات. حظا سعيدا. قالت ذلك وأمطرت أجنحة الصنوبرات 3 بوابل من بذور الصنوبر. إنك على حق يا خوسيه ماريا، أحيانا تبدو لنا الأشياء الصالحة غير مجدية، بل ومضرة أيضا. علينا أن نثق بالريح لا أكثر يا بني. شكرا جزيلا دون كاليستو، علي أن أنصرف الآن. سأخذ حقيبتي من القاعة وأمضي إلى البيت. إذا غضب والدي بسبب الكتب سأرسله لتخبره قصة الصنوبرات 3. أشكرك جزيلا. حسنا يا بني. ها؟ كتب والدي. أمي؟ نعم؟ أريد أن أعتذر منك، أريد أن أعتذر عما قلته لك ذاك المساء. لا بأس خوسيه ماريا، كنت على حق، فعلت خيرا حين أخذت كتب أبيك إلى المدرسة. هذا صحيح. أبي، لن تصدق أبدا، لقد حضر إلى المتجر ميكيليتو دي بارباسترو. ميكيليتو طبعا، الصياد الأضعف بصرا في إسبانيا. قد يكون ضعيف البصر، لكن انظري ماذا ترك لي. الجبن واللحم المجفف من مزرعته. إن رائحتها زكية. سنقيم حفلا هذا المساء. بماذا نحتفل؟ بالبيت الجديد يا ابنتي، لأننا اجتمعنا مجددا كعائلة واحدة تحب بعضها البعض. هيا لنرقص. طبعا. رائع. خوسيه ماريا، تعلم أن ترقص مثل والدك، إنه قادر على أن يحتفظ بتوازنه. هذا جميل جدا. هذا رائع جدا. آه.
هل تشعرين بالبرد؟ قليلا. انظري، سقط المزيد من الثلج. سوف تقطع الطرقات. فلننزل، فلننزل لنرى. يوم الأحد صباحا يكون الناس نائمين. يبدو أن أحدهم ليس نائما. انظري، أثار أقدام عارية على الثلج. ولكن من هذا؟ لا شك أنه مجنون، لهذا السبب لا ينام. عودي أنت. بدأت أتجمد، سأعود إلى الداخل. أراك، أما أنا فسأبقى هنا قليلا بعد. يا للبرد. أنت أيضا جئت إلى هنا من أجل الاستيقاظ؟ أي استيقاظ؟ وكأن يسوع في هذه اللحظة يستيقظ. أنا هنا لأني اقتفيت أثارك على الثلج أبتي. لا شك، حين رأيت أثار قدمي ظننت أنك تتبع أثار حيوان غريب، أليس كذلك؟ الآخرون يقومون بتضحيات عظيمة في سبيل الله؟ نعم، عندما رأيت أثار قدميك سألت نفسي هذا السؤال. هكذا برهنت على أنك تريد أن تقدم شيئاً في سبيل الله. الآن اسأل نفسك، ماذا تريد أن تقدم له؟ ماذا تريد أن تقدم إلى الله؟ نفسي. هل تفهم أنه لن يكون لك حب على الأرض، حب إنساني؟ لن يكون لك بيت، هل أنت واثق بأن الله يطلب منك حقاً هذا؟ ما زلت لا أعلم تماماً ما الذي يريده مني، لذا قررت هذا لكي أضع نفسي بتصرف الله بالكامل. حالما تنتهي المدرسة سأتابع دراسة الحقوق، وبعدها سأصبح كاهناً، فأنا اتخذت قراري يا أبي. أنا لن أعارض. شكراً. لن أعارضك أبداً يا بني. أطلب منك شيئا آخر يا الله. إن والدي سيصبحان عجوزين، سيحتاجان لابن ذكر كي يساعدهما، وها قد وضعت نفسي في تصرفك. أرجوك أن تعطيهما ولدا آخر. أرجوك يا يسوع. أنا أعلم بأن خوسي ماريا ليس من الذين يستخفون بقرار كهذا، إنما أحياناً ساعة نكون في سن الشباب نطرم حماساً، لكن بعد ذلك وعلى المدى البعيد. أنا أيضاً كنت شابة حين قررت أن أتزوجك، وفعلت ذلك بحماسة الشباب، وها أنا الآن سعيدة بالقرار الذي اتخذته. هناك أمر يقلقني، إن لم يكن عندنا ابن ذكر فمن سيهتم بأمرك حين أصبح عجوزاً؟ أرجوك ثق بالله وبابنك خوسي ماريا. إن رفاقنا كلهم مفاجئون بقرارك. صدق ذلك، أنا أيضاً مفاجئ، فلم أفكر قط في أن أصبح كاهناً. ولماذا تفعل ذلك إذن؟ لسبب واحد، هو أن أضع نفسي بتصرف الرب، فبالتأكيد هو سيقرر من سيحتاج إلى المساعدة. لو احتجت إلى مساعدة في يوم من الأيام لما اخترت سواك خوسي ماريا، صدقني. إلى اللقاء، أراك بخير. وداعاً. انتبه لنفسك. كارمن، ماذا تفعلين هنا؟ أريد مرافقتك. هل هو ذكر؟ آمل أن تكون فتاة يا خوسيه ماريا. سيكون ذكراً. أماليا، كيف حال دولاريس؟ هل جرى كل شيء على ما يرام؟ ادخلوا وانظروا بأنفسكم.
لقد مرت أكثر من 10 سنوات على آخر إنجاب، لكن والحمد لله كل شيء جرى على خير ما يرام. أمي، هل هي أنثى؟ لا، بل إنه ذكر تماماً كما قال خوسيه ماريا. سانتياغو، سندعوه سانتياغو اسكريفا، صحيح؟ أجل. هوني عليك أمي، سأكتب لك عندما أصل، أؤكد لك ذلك. لا تقولي لي إنك ستشتقين لي أنت أيضاً. لا، بل أنا متأثرة من شدة الفرح لأنك لن تكون بقربي بعد اليوم. انتبهي لنفسك أختي. أخبرني حين تحتاج إلى المزيد من المال يا بني. أشكرك أبي، أشكرك جزيلاً. وداعاً. خوسيه ماريا. إلى اللقاء بني. أنا أفتخر وأعتز بك يا بني. إلى اللقاء، انتبهوا لأنفسكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وداعاً. إلى اللقاء. إلى اللقاء، إلى اللقاء. كن عاقلاً خوسيه ماريا. وداعاً. لقد غادر صغيرنا خوسيه، أتساءل ما الذي ينتظره؟ شيء عظيم جداً يا دولوريس، شيء عظيم. هذه ليست سوى بداية مغامرة عظيمة. في 22 أكتوبر عام 1928 فهم أخيراً ماذا كان يريد الله منه. أسس الأوبوس دي الذي أرشد الكثيرين من الناس في القارات الخمس إلى طريق القداسة المسيحية في وسط العالم. توفي خوسيه ماريا في 26 حزيران عام 1975، وفي 26 عام 2000 طوبه البابا يوحنا بولس الثاني قديساً. في 22 عام 1928 فهم أخيراً ماذا كان يريد الله منه، الذي أرشد الكثيرين من الناس في القارات الخمسة إلى طريق القداسة المسيحية في وسط العالم. توفي خوسيه ماريا في 26 حزيران عام 1975، وفي 26 عام 2002 طوبه البابا يوحنا بولس الثاني قديساً.